شباب انتظروا انتظروا، قد اشتري حارس جديد من باك فرنسا، جربته سيء جدا، لو كان حارسي القديم لسجل مثل ما لا ضيء لا سأخرجهم من المباراة. أن بسببه خسرنا، وأصلا صدها ثم خطفت الكرة، صدها وصدها يعني لمسها بيده ودخلت. لو كان دوناروما أو أي أو كورتوا أو آخر لا يوجد، لا يوجد هذا، تلك اللحظة لن يكون هناك هذا ولن نكون خاسرين. قتلت الهجمة قبل أن تبدأ. كاري بنزيما يلعب كرة خذ يقطع الكرة بشكل رائع. موجود إبعاد الكرة. أتمنى لي حدث لي شيء، يعني أقوم بمحاولات كثيرة جدا والفريق الخصم لا يقوم بأي محاولة. يلعب كرة بينية خير في الدقيقة 70 يسجلون هدف، لا أستطيع تسجيل هدف بسبب لاعبين لم يريدوا. وديك ماجنن قبل أن أغيره يسجل هدف. التصرف بشكل مختلف هنا. لا أحب هذه الأشياء في المباراة. لا ستسجل ستسجل. واحد ضد واحد يلعبها ببراء وفرصة أخرى. ستسجل هدف كوري. إني سيء ماجنن حتى اسمه لا يريد أن يدخل إلى رأسه. حاسم قرأ الموقف بشكل سليم، ردة فعل سريعة جعلته يسجل هذه الكرة. الأمر لم يكن مصادفة. ماذا يقول؟ ذكاء هو عامل حسم في مثل هذه المواقف. يا لها من بداية رائعة جدا، من بداية ناجحة بهذا الهدف المبكر. شباب لاحظت بأن قائد الفريق هو سيرخيو راموس. لماذا؟ فقط لماذا؟ مودريتش كرة إلى الأمام. هالاند محمد صلاح ميسي كان لابد من التشتيت. اجري لديك رجلي ودريبلي، لديك أفضل لاعب دريبلي. يحصل عليها مودريتش وفي الأخير ميسي العروق الدموية لا توصل لك الإشارة بأن تتحرك. أوكي كرة خطيرة أمام سجل. ما هذا الحارس؟ قد مسكوه محمد صلاح. هذا الطويل طويل والحارس بيون سينوا بيوم سانفيا. اتمنى اني قد قرات اسمه بطريقه صحيحه. يصد دائما الكره. ينطلق بنجاح محاوله من جهه اليسار. اوكي ونجح في استعاده الكره. ثقه كبيره ظهر الدفاع هنا في التحدي. انطلاقه مميزه انتهت بتدخل سليم وحاسم. هالاند مودريتش بينيه جميله. تدخل حاسم لقطع الكره. اوكي واخيرا رجع وضع مدريد وركنيه اولى في اللقاء. بنزيما قائد، يا قائد قائد الفريق. لماذا انت قائد الفريق؟ انك في الحقيقه قائد ريال مدريد. ولماذا انت قائد ريال مدريد؟ لانك افضل لاعب فيها. ولماذا انت افضل لاعب فيها؟ لانك تسجل. ولماذا لم تسجل؟ يا لها من كرة ونحن خاسرون. ويا له من حارس مرمى. تمريرة بينية تبدو خطيرة. مساعد الحكم يعلن عن حالة تسلل. اضرب. ماجنيسا لن يبقى في الفريق. ممتاز في التمرير. سجل عليه الأهداف دائما.
الملعب يستلم الكرة. سأغيره. دوناروما يرجو. ماجنن. كرة تصل اللاعب. يعني كرة دوناروما من شد عليه هذا. بإمكانه إبعاد الكرة. دوناروما حارس جيد. يلعب كرة أوكي. على اليسار. أعرف بأنها دوناروما. يا سلام مرور جميل. سيكون دوناروما لأنه صد الكرة في المرة الأولى. ها رأيتم صد الكرة. والآن فرصة للتحول الهجوم. لمسة بينية. كرة تمر من الجديد. أرجوك. يطلق الحكم الصافرة في هذه الأثناء لينتهي الشوط الأول. نتيجة الشوط الأول بالتأكيد لا تسعدهم. الآن سنتأكد من قوة رغبتهم وقدرتهم على التعامل مع المباراة بشكل جيد. هل من عودة في الشوط الثاني؟ فصل آخر من الإثارة. اللاعبون يعودون من غرف تبديل الملابس. مدريد لا يجب أن يفقد أعصابه لأنه لم يخسر رهانة بعد. ما زال أمامه 45 دقيقة قادر فيها على التعويض على العودة. جيدا. يحاول من بين المدافعين. يمر من لاعبين. هل هو ميسي؟ لا. هل هو لاعب يعني كبير معروف بالدريبلينج؟ لا. لماذا؟ يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. أعرف بأنها ستؤخذ. تنفس السعداء الآن. كيف يمكننا تنفس السعداء ونحن بسبب غياب الحسم في الأمام؟ مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. يحاول أن يلعب كرة بينية. كريم بنزيما. كريم بنزيما. يا لها من كرة لكنها في الأخير بعد مجهود رائع جدا. محاولة جيدة من الفريق لكن عليهم التركيز على إنهاء الهجمات، استغلال الفرص أوكي. بشكل أفضل. خذها هاضم. يجب علي على الأقل تسجيل التعادل. هل ينجح في المرور؟ أدريان رابيو. تمريرة جميلة. الآن فرصتهم للمرتدة. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة. لقد كان بالإمكان. راحت الكرة. ها هي التسديدة. الكرة الخطيرة. أيجو دوناروما حارس جيد. الكرة ملعوبة من مسافة. رمية جانبية إذن. لي. لماذا لا زلت أتقتل؟ هذا هو القائد. تحية هنا للدفاع على العمل الكبير اللي يقدمه في مباراة اليوم. وبباصة جيدة. ما الذي حدث هنا؟ ستضيعها. إمكانية مرتدة الآن. والآن لديه مساحة كبيرة. بنزيما النهج اللي المفروض الفريق يتبعه في الملعب بدون شك. تقدم للأمام دائما أمر جيد. الأمور تصبح مثيرة الآن. لم يزق. اندفاع كبير جدا في اللقطة. لم يزق عليه. مدريد ارتكب خطأ. لم يزق عليه. زلق. نعم. زلق. Coming on to replace him is goal. سجل الهدف. وسع الفارق. لعبها بغاية الهدوء. خدع الحارس ببراعة. لابد من وجود فائز في مثل هذه الكرات. كوريا الجنوبية يتقدم بهدفين الآن. يمكن أن نقول أنها أصبحت مواجهة تقريبا. أعتقد أنها بالفعل مخالفة. يتفق معي ربما حكم مباراة. يطلق صافرته. نعم. لا أرجوك أبقوا. الحمد لله. بقي لأن قد تكون حمراء. يلعب العرضية أو الصفراء التالية. جدا يقطع الكرة. باص جيد. أرجوك لاعبي. أرجوكم لا
اطلبه بشكل لا يجب ان اطلبه بشكل جميل. يجب فقط ان اسجل. منافسه قويه جدا جسديا بين اللاعبين. انطلاقة كانت جريئة لكن في نهاية التحدي تفوق الدفاع كسب الرهان على حساب الهجوم. ميسي ضغط قوي وينجح في استعادتها. اوكي اجري وخذها. اتمنى ان اسجل. حكيمي حكيمي باصة عادي. لمسة على اليسار. كرة تعود إلى منتصف الملعب. ميسي كرة تمر بسلام على المدافعين. يلعبها على اليمين. بينية رائعة. يلعب موديد. كرة عرض. ضربة راسية. بزيمة بزيمة رجلو. شجاعة كبيرة في ضرب الكرة بهذه الطريقة. نعم. Substitution for South Korea. يتوقف اللاعب في هذه الأثناء مع أيضا مع إجراء تغيير. أوكي. خطفت الكرة. كريم بنزيما. سجل. روعة روعة روعة. سجل. الكرة في المرمى. لدينا 9 دقائق. لقطة خيالية. يسجل تعال. كرة جميلة. هدف لا يسجل إلا الكبار. عندما نقول هداف بالفطرة روعة أقدامه وجمال كراته هدف جميل جدا. يواصلون اللعب والمحاولات. تسديدة. والهدف يأتي. أودع 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 المضبوط. المدرب يعرف انه مع الضغط يكون هنالك اخطاء، مع الاخطاء يكون هناك مساحات، مع المساحات هناك فرص، مع الفرص هناك. تخيلوا يسجل هدف. يحتسب الحكم ركله حره. لا 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 ركله حره بهذه الطريقه وفي هذا الوقت. الحكم كور بكل بساطه. في فرصه من اجل التقدم في الوقت القاتل. لا يجب ان يكون كوري ويحكم بين كوريا وفريق اخر، لكن مليار بالمئة هو لاعب ضد وخصمه ريال مدريد. ان فرصة خطيرة ريال مدريد والمغرب كذلك. اني العب بالمغرب لعبت بالمغرب وضد دائما حتى في مباراة قد اخذت حمراء بسببه. تجاوز رائع بالكرة. اظن لا 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 تسلل. لا لا كثيرة كثيرة. بعد ذلك فيها تسلل. أظن قد أرضى بالتعادل أحسن من الخسارة 2-0. قد تعادل بنزيما وقد يسجل هدف وأصدم. خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في وخذها. روديغر روديغر يا صمام الأمان يجب أن تكون تأخذ كورة. شباب الدقيقة 94 وإذا سجلوا هدف سأسجل عليهم. أوكي سأفتح باك الورد وايد كلوب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أتمنى دوري جيد. الدوري الإنجليزي 4 نجمات. لا من توني في الأغلب وسط مهاجم. مهاجم سأبيعه الآن. ليس لديه. فإذا يوجد هالاند بنزيما أحتاجه. أوكي أظن هذه حلقة اليوم والسلام عليكم ورحمة الله.